فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المسائل العلمية التي يجوز فيها الإصلاح بين طلبة العلم؟ وهل مسائل الاختلاف في العقيدة أو المنهج أو الدعوة داخلة في ذلك؟ الإصلاح جائز في كل شيء، قطع النزاع إذا أمكن، ما يحدد بشيء، قطع النزاع بين المسلمين هذا مطلوب، والمخالف يبين خطأه لكن بطريقة سليمة، ما هي بطريقة سباب وشتم وقطيعة إلى آخره. نعم. ولا يتولى هذا إلا العلماء، ما يتولى أطراف المتعلمين والمتعالمين وما أشبه ذلك، هذا هو الذي أحدث الفتنة، كون الردود تصدر من أناس إما أصحاب هوى وإما أصحاب جهل، هذا الذي أفسد الدنيا. نعم، الردود توكل إلى العلماء اللي يحسنون الرد ويعرفون مواقع الرد. نعم.